دبلوماسي عراقي يطلب اللجوء للمملكة العربية السعودية والإقامة فيها بعد تهديد من العراق، وأيضا استشارية أمريكية تتهم ممرضات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ببيع المورفين، وتداعيات كبيرة حول هذا الموضوع. وراح أيضا راح تكون معنا هي اليوم في الاستوديو وتكلمنا عن مواضيع أخرى في المستشفى. منذ وقت مبكر نحن نتواصل عن مستشفى الملك التخصصي حتى يكون لهم يعني حضور، لكن إلى الآن فعندهم فرصة خلال الدقائق المقبلة يكونون معنا هاتفيا أو في الاستوديو. وأيضا مجلس الشورى يدرس إلغاء فكرة تدبيل المخالفات وعمل يعني عقوبات متدرجة أو غرامات متدرجة تلغي تدبيل المخالفات. وأيضا في أهل لهذا المساء 40% من المتقاعدين لا يملكون أي مساكن، ومطالب من جمعية المتقاعدين إلى وزارة الإسكان بأن يكون لهم الأولوية. نتحدث أيضا عن هذا الملف في هذه الحلقة. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلا. نبدا باول موضوع اليوم، وهو ما اوضحته الجمعيه الوطنيه للمتقاعدين بان هناك 44% من المتقاعدين السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصه بهم ويسكنون بالايجار، ويطالب رئيس الجمعيه عبد العزيز هنيدي من وزاره الاسكان اعطاء الاولويه للمتقاعدين. معي حول هذا الموضوع عبر الهاتف عبد الرحمن العيد، وهو رئيس الواردات المالية والاستثمار في الجمعية الوطنية للمتقاعدين. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. يا هلا والله، يا هلا والله بك أخوي الغالي وللأخوان المستمعين ولضيوفك الكرام، سعدت بهذه. نعم، هل استجابت وزارة الإسكان لطلبكم؟ حبيبنا، أولا شكري وتقديري لطرح مثل هذا الموضوع الهام والحيوي الحقيقة، وهو من أهم أسس المتطلبات الحياتية للإنسان وللمجتمع وللفرد. والحقيقة كما تعلم أخوي العزيز، ما طرح من قبل رئيس الجمعية حول وجود لا يقل عن 44% من المواطنين الذين لا يملكون مساكن من المتقاعدين. ولك أن تتصور أخي العزيز، المتقاعد الذي بلغ من 60 سنة أو ما لم يستطع بعد ذلك أن يتم سيرة الحياة في أسباب قد تكون صحية أو إعاقية أو غير ذلك، معناها المشكلة كبيرة جدا، والأزمة المالية والنفسية والحياتية لهذا المتقاعد ستكون كبيرة جدا، مما الحقيقة فعلا هو لا شك في ذلك أستاذ عبد الرحمن. ولكن ماذا عن رد وزارة الإسكان؟ هل هناك شيء جانب عملي في الموضوع؟ إلى هذه المكالمة ليس هناك أي طرح واضح وجاد إلا اجتهادات خاصة من قبل الأخوان في الجمعية الوطنية للمتقاعدين. والحقيقة أملنا الكبير في برنامج الآن تتبناه الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وهو إسكان المتقاعدين من خلال شركات الآن تم استحواذها وتم التفاهم معها لإسكان المتقاعدين. والبشرة الكبيرة أنهم بدأوا في مراحل عملية إيجابية من خلال اختيار المخططات السكنية وبرامج البناء، والآن هم في طور الآن التفاهم مع الشركات للتقسيط وليس مع الدولة. نتمنى أن تبادر سواء الصندوق العقاري سواء وزارة الإسكان في التفاهم معنا حول إمكانيات أولوية أو دعم إضافي أو أي شيء يكون عون وسند لهؤلاء الإخوة الأعزاء الذين أمضوا حياتهم في خدمة وطنهم وبلدهم. نعم، لكن أنتم في مجموعة التقت بالوزير أم لا؟ والله شوف، كلقاءات خاصة لهذا الغرض ليس هناك شيء. أو أحد الوكلاء أو ليس هناك شيء تم، يعني طلبتم ورفضوا ولا أنتم ما رحتوا له نهائي؟ لا 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 لا، حتى الآن البرنامج معد للمقابلة
ونرجو أن يكون قريبا إن شاء الله تعالى. لكن هل هناك مبادرة خاصة من قبل وزارة الإسكان أو من قبل الصندوق؟ هم في مبادرة، هم الله يعينهم، الشعب كله يبغى يحل مشكلة الإسكان. لكن أنت لكن أنتوا المفروض يكون في مبادرة منكم، إذا عندكم مشروع واضح تقابلون وزارة الإسكان ووزيرها، وبعد ذلك يعني تشوفون ردة الفعل، يمكن تكون ردة فعل إيجابية وسريعة ومفاجئة. وأكد لك إن كلامك هو الصحيح، واللي أنت تطرحه اليوم هو ما تم الآن إعداده. هناك ورقة عمل إيجابية، هناك عرض لوزير الإسكان إن شاء الله تعالى والأخوان في وزارة الإسكان وكذلك للصندوق العقاري بإذن الله. نتمنى أن يكون خلال أسبوعين بالكثير بحول الله وقوته إن شاء الله. نعم. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن العيد، رئيس الواردات المالية والاستثمار بالجمعية الوطنية للمتقاعدين. راح نروح فاصل أول ونعود بعد ذلك لقضية الدبلوماسي العراقي الذي طالب اللجوء المملكة العربية السعودية بعد تهديدات ربما من العراق وطلبه الحضور إلى هناك أو الذهاب إلى هناك في أسرع وقت بعد الفاصل.